سميت أذكار النوم، فكلما أويت إلى فراشك عليك أن تقولها، لأنها حفظ لك في نومك. فهمت ولا لا؟ شتي تنام وتفيق، تمشي للحمام، تشرب شي حاجة ثلاجة، مطبخ، ترجع تسكيتي، تقول أذكار النوم، تحس لها علاقة بنوم جديد. فهمت ولا لا؟ وحتى في تقلبك بين النوم والنوم تذكر الله عز وجل. طيب، والإنسان أفضل ينام مع الأذكار ينام مع القرآن، يعتاد الأمر، يعتاد. فهمتي؟ لأن هناك ملك كما جاء في الحديث، اسمعوا مزيان أحبابي، هناك ملك عند النوم يقف اسمعوا مزيان حفظا، بهذا أختي إن شاء الله تعالى، عند النوم يقف على العبد الإنسان، عند نومه ملكان، ملك وشيطان، ملك وشيطان. اسمعوا مزيان، تدبروا هذا. لهذا البيوت لا بد أن تكون فيها القرآن. اسمعوا زين، اسمعوا جيدا. الملك يقول للعبد وهو على فراش النوم: اختم بخير. ماذا يقول له؟ اختم بخير. شنو اختم بخير؟ اجعل آخر كلامك قبل نومك خيرا، آخر ما تسمعه خيرا. انتبهوا معي، الله يجزكم بخير لهذه النقطة وهذا الحديث، وفيه إشارة أن بيقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علم فاطمة رضي الله تعالى عنها. واش كتسمعوني؟ أريد من الجميع أن يسمع هذه الوصية، سواء كان مبتلى بعين أو حسد أو سحر أو عشق أو غير مبتلى، لأن هذه وصية عامة وتعود بالنفع حتى في أمر الرزق والصحة والقوة والعمل والقبول والبركة. اسمعوا مزيان، حينما الإنسان يكون على فراش النوم الملك يقول له اختم بخير، لأن الملك يريد لك خيرا، يقول لك ساعدني، اختم بخير، اختم بخير. وأنت لا ترى هذا الأمر، هو غيبي، لكن النبي أخبر به. اختم بخير في ماذا؟ في الذكر. اختم بخير في الإنصات والإصغاء والاستماع. اختم بخير في جوارحك ألا تعصي الله قبل النوم. اسمع جيدا، فحينما والشيطان يقول في المقابل اختم بشر، سماع غناء، سب، غضب، نظر إلى معاصي، إلى محرمات، نوم على جنابة، هذه الأمور تقوي الشيطان، والأولى تقوي ملك الرحمن، فيبدأ التدافع بين ملك وشيطان. وأنت من تجعل الغلبة لمن؟ أنت التي تجعل الغلبة إما للملك ليحميك، وإما للشيطان ليرضيك. اسمعوا جيدا، والنبي أخبر بهذا وهو رحمة صلى الله عليه وسلم. إذن حينما أنا أذكر الله عز وجل وأنام، جعلت الملك يحفظني بحفظ الله. حينما أجعل القرآن في الغرفة وأنام عليه، أسمع حتى أنام، أردد معه الآيات حتى أنام، أتأمل وأخشع حتى أنام، جعلت الملك يتقوى. والشيطان حينها بكى وندم ويئس وانصرف إلى حال سبيله. فماذا يقول حينما تغمض عيناك وتنام؟ الملك واقف والشيطان واقف، خلاص ختمت بخير ونمت، جاء الأمر قد ختم بخير. فيرفع الملك سيفه، رمحه، اسمعوا جيدا، فيرفع وهذه الأمور لا نراها، أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع الملك رمحه ويقول هو الآن في الأمان والضمان. لماذا؟ لأنك ختمت بخير. هنا قول النبي: ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. لا يزال عليك من الله حافظ، ملك يحفظك أو ملائكة تحفظك حتى تصبح. والحفظ يكون نوما على الجسد، ويكون داخلا
فاش تصورات في الرؤى في المنامات في الأحلام في القوة الطاقة الداخلية النورانية التي تراها أنت تجاهد الجن تدفعهم تحاربهم. أحيانا الإنسان يكون ينام من بجانبه يقول أنك تتخبط وكأنك تصارع وأنك تحارب من ما تحارب، يقول ما أشعر أو أشعر كنت أشعر كأني أحارب ناسا. هناك طاقة تريد سلبية أن تقتحم، وهناك جنود يدبون عنه ملائكة لأنه ختم بخير. فهمت ولا ما فهمتوهاش؟ إذا السر هنا يكمن أن تختم بخير وباليقين، على الأقل قرأ أذكار. نقول لكم هنا لفتة أخرى، جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أبيها، وكانت بضعة منه وكان يحبها حبا كبيرا. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة حبا عظيما، حتى كانت شبيهة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تخطئ مشيتها مشية النبي أبيها صلى الله عليه وسلم. وجاءت تشتكي إلى والدها آثار الرحى. اسمعوا مزيان، يعني بنت القائد والنبي والرسول كانت بالرحى، كانت ماذا؟ الرحى، وأثر الرحى على يديها، تشتكي من آثار الرحى. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلتمس من والدها أن يعطيها بعض أحد يعني خادم يخدمها، إذا كان في غزوة مثلا، في سرية مثلا، كان في جهاد، كان كذا، يعطيها خادم يخدمها، كما للصحابة خدام، فابنة الأمير والقائد والنبي والرسول كلها. فقال ألا أدلكما، أي أنت وزوجك، على ما هو خير لكم من خادم؟ اسمع اسمع، أين هو، أين يكون السر في هذا الحديث؟ هو في الفراش في النوم. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33. في الرواية يكون آخر كلامكم، يعني آخر عهدكم، يعني آخر ما يقال هو هذا الكلام، هو خير لكم من خادم، يعني هو خير لكم من خادم، مفهوم؟ يعني هذا قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لكما من خادم. قال العلماء يعني من يقول هذا الذكر قبل النوم، آخر ما يختم به قبل النوم، يكون له خير من خادم، خادم يعينه على أعباء اليوم، أعباء الليلة، أعباء البيت، قيام الليل، هكذا قال العلماء رحمه الله تعالى. إذا جرب هذا الأمر وترى ثمرته بإذن الله، ثمرة عجيبة جدا. إذا هناك أسرار تحيط بالإنسان قبل نومه، قبل أن ينام. لهذا من السنة أن يتوضأ، والنبي حينما ذكر الوضوء سلاح المؤمن، أن يتوضأ، أن ينام على الشق الأيمن، أن يذكر أذكار النوم، أن يمسح، أن ينفث، يقرأ المعوذات ويمسح مصدع جسده فيحصن مجلسه كله. انظروا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسرار الطاقة، أسرار القوى السلمية للجن والشياطين، المس وهذه الأمور، وحتى تزداد في الإيمان. هنا لما تتخذ هذه المسائل كلها يوميا تصبح عندك همة وقوة وطاقة ونشاط في الجسد، يتخلص من السلب، من الجاذبية السلبية التي تخلده إلى الأرض، يتقي يرتفع إلى السماء. هناك بهذا الشيء كتمشي التابعة، حينما تسلك هذا المسلك التابعة تبدأ تذهب، التابعة تذهب وتأتي تابعة أخرى، تابعة الخير، مفهوم؟ تذهب تابعة الشر وتأتي تابعة الخير، مفهوم؟ تتابع عليك الخيرات بدل أن كانت تتبع عليك النقمات والويلات، بهذه الخطوات. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، صبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 تمام 100، وتكبر 34 مش 44، وتكبر 34 حيث 33 و 33 و 33 شحال يكون 99، ولكن 34 تكبر 34 باش يكون 100،